السلام عليكم واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو ما راح تشوفون الفيديوهات المعتاده اللي انا انزلها، انه على الطائرات، معلومات طيران او فلوج السفر. لا، بس اذا كان اكو صانع محتوى بشكل عام وعنده قاعده جماهيريه، لا بس انه يدخل فشي بعيد عن المحتوى اذا كان بفائده وهدف اكيد يفيد الناس اللي تتابعه، حتى لو يطلع شوية من مألوف يعني عن محتوى سفر وطيران. بس اليوم الفيديو شوية حشوفونه شوية مختلف، بس اكو مسج اجاني قبل فترة كلش اثر بيه، يعني مو اثر بيه سلبا، تأثرت من اجل صاحب المسج. راح تعرفون شنو المسج. وانا كانت عندي هيك فكرة انه اسوي فيديو احكي بيه شغلات اكيد راح تفيد الناس اللي يتابعونه، وبالاخص الناس اللي يتابعونه اعمارهم تقريبا من 15 16 سنه لحد 24. اكو اكبر اكو اصغر اكيد، بس هاي القاعده الاغلبيه اللي عنده على اليوتيوب، على الانستغرام، على التيك توك بالاخص، فيكون اعمارهم متداوله من هذا يعني اعمار تكون صغيره وبعدهم هواي اشياء ما واعين عليها، ويكون شويه عجول ويكون مستعجل باغلب قراراته، وبالاخص جيلنا الحالي هذا الجيل كل شيء يريده سريع، كل شيء كذا. فاليوم راح اعطيكم شغلات عن تجربه، ما اريد احكي مواضيع ضبط النفس ومواضيع الموتيفيشن التحفيزيه وكذا وفلان كتاب وفلان مقوله، لا بالعكس، اللي راح احكيه عباره عن تجاربي الشخصيه، وانا متاكد انه الشغلات اللي راح احكيها هي بيها فائده وبيها هدف اذا تركز الى نهايه الفيديو. زين، شنو علاوي اللي خلاك اليوم تحكي في فيديو من سويت القناة الحدثة هي بعيدة عن محتوى مالتك الخاص؟ معقولة هيك الرسالة أثرت بيه؟ الرسالة هي كانت طبعا ما راح أعرضها، وأنا جايتني هيك تعليقات أو رسائل سابقا بس قليل للأمانة، أغلب التعليقات والمسجات تجيني الحمد لله والشكر إيجابية، وهذا الشيء يكون نادر بمجتمعنا. تعرفون ما شاء الله الهجوم بالتعليقات على هواي ناس، حتى صناع المحتوى الهاتفين هم مرات يواجهون هجمات، بس أنا الحمد لله ما واجهت هيك الشغلات، وحتى انه مواجه بالمستقبل يعني اخليها ديليت وثيم ولا. بس هاي المسج تاثرت بي، راح اقول لكم شنو السبب. المسج الزبده مال المسج اللي اجاني قبل فتره، كنت منزل واحده من السفرات، يعني يمكن المسج هذا صار له شهرين او ثلاثه، دز لي صاحب المسج، انا دخلت على البروفايل مالته طبعا، عمره اتذكر لو 16 لو 17 سنه او يمكن شويه اكبر، فدز لي كتب لي والله هسه مو حرام انت تسافر وتروح وفلوس ويومية بفندق ويومية بدولة، وأنا باب الشرجي ما شايفه. أنت ممكن تشوف المسج عادي، بس أنا هذا المسج أخذته بغير نظرة وركزت بيه، قلت إنه هذا المسج ممكن أنت وأنا وغيرنا نشوف عادي، بس ممكن صاحب المسج كان قصده 100% وممكن هو متأثر من حالة معينة. فمن يمها طلعت لي هاي الفكرة، يا شباب احنا مشكلة مجتمعنا واغلب البشرية هاي، بس شفتها بالمجتمع العربي والمجتمع العراقي بالخصوص، هاي الميزة موجودة اللي هي دائما نجي للنهايات. يعني شوف مثلا فنان نجي لنهايته، هنياله صعد فلان سيارة، هنياله هيجي، ما نشوف بدايته شلون كانت، ما نشوف الطريق الطويل اللي مشى بيه، ما نشوف عدة امور نجهلها او ما نريد نشوفها ونعرف اكو فشي، بس احنا نجي على الزبدة اللي تفيدنا. او اكو شغلات الشباب والبنات دي يتاثرون بها بالسوشيال ميديا، فهو هذا موضوع حلقه اليوم، مو بس هذا المسج، هذا المسج هو اللي نورني انه احكي بهذا الموضوع. مو كل شيء تشوفونه بالسوشيال ميديا معناته لازم يصير لكم، ولا كل شيء تشوفوه هو حقيقي. رب العالمين ميز كل بشر عن البشر الثاني، وبالاخير احنا كنا نعيش حياه مختلفه عن الثاني، الفقير يختلف من الغني، الغني يعني يفرق عن الموظف البسيط، العامل يفرق من هذا. نرجع لموضوعنا، فنفس الشيء، فمرات انا واجه الشغله هنيارك انت تروح وتجي. زين، انت سالت نفسك سؤال، انا قبل الطيران كنت اشتغل؟ شنو درست؟ شلون كانت حياتي؟ اعطيكم زبده، والقصد انه مو اريد اسولف بحياتي او بقصتي، بس حتى تاخذها عبره وتكون لك حافز تكمل حياتك وبلكي توصل لهدفك ان شاء الله، وان شاء الله الكل يوصل لاهدافه. انا تقريبا مرة 2003 يعني بسنه السقوط انا نجحت للاول متوسط، واعتقد واحد من الفيديوهات حاجه هيك قصه بس اريد احكيها بشكل مفصل. فنجحت المتوسطه، هنا اختلفت عن اخوتي وعن كل شيء، حالتنا طبقه متوسطه، طبقه موظفين، يعني من عائله ابويا كان رجل موظف الله يرحمه. فأنا اختلفت، كنا منطقة لا هي شعبية ولا هي راقية، يعني وسط مثل ما تقول. ف
فشفت اللي وياي بالمتوسطه استوني داخل المتوسطه كلهم يشتغلون، رد اشتغل، بديت اشتغل. اهلي كانوا يعاندون، لا ما محتاجين كل شيء، قلت لهم لا انا اريد اشتغل، فتعودوا علي وبقيت اشتغل الى ان تخرجت من الجامعه وجيت للطيران. اكبر على السطر، شنو اشتغلت على اللاوي؟ كل شيء يجي ببالك، وبالاخص اللي كتب لي المسج وكتب لي انت دا تروح وتجي وانا ما شايف وكذا، كل شيء اشتغلت. وداتك كل شيء اشتغلت، اشتغلت عامل بقهوه، اشتغلت يوم ابو الحصه كان الحصه يوزعوها للبيوت اوزع وياه، اشتغلت بمطاعم كلش هواي، بقهوه رجعت اشتغل، اشتغلت بالسوق ويا المخضر وما اعرف، وبنفس الوقت انه انا ادرس وانجح سنه ورا سنه، ما ضيعت ولا سنه. كل هاي الامور الى ان تقريبا من دخلت اشتغلت ها محل انترنت، كان قبل الانترنت ما متوفر واي فاي وكذا، هاي السنوات احكيكم 2006 و7 و8 ما كان متوفر مثل هسه، كان لازم تروح تقعد على حاسبه ديسكتوب بمحل او كذا وتأجر ساعة بألف وكذا وتقعد وتفتح الياهو ماسنجر وهالسوالف. فاشتغلت بقاعة مال انترنت هميجي، قاعة مال صيانة كمبيوترات، الى ان بعدين وصلت الشغلة كلش حبيتها وهي الملابس، بديتها بالبالة بعدين قمت اشتغل. فيعني هاي احكي لك انا شغل قد العالم، يعني مو انا ابو الملك، فبديت اشتغل قد العالم، بس ما كنت متذمر نهائيا وكنت مستمتع بالبروسس بالعمليه اصلا، ومثل ما هسه مستمتع بالاشياء اللي اسويها. ليش؟ السبب واحد، الحمد لله وشكر رب العالمين مطيني قناعه، وكنت دائما ما اباوع الغير. اذا تريد تنجح بحياتك لا تباوع لغيرك، دائما باوع لي قدام على مستقبلك، شنو احتاج حتى انجح اشتغل عليه، شنو يحتاج حتى اطور لغتي اشتغل عليه، شنو يحتاج حتى اطور بالعمل انا اشتغل بيه اشتغل عليه. فكان هذا كل هدفي بكل حياتي، ما اباوع يسره ولا اباوع يمنه، اباوع لي قدام والاهدافي. الى ان الحمد لله بشكر تخرجت من اداب انجليزي وانا اشتغل. طبعا انا استلمت النتيجه ناجح، تزوجت بنفس السنه، يعني عمره صغير كان. فورث منتشر قريت اعلان قدمت، صار موضوع الطيران. وقبل ان كنت اسافر، يعني شغلي اخر سنوات بالملابس صار بين تركيا وبين بغداد وكذا، اكو هواي قصص يعني ما اريد افوت بيها واطول من الفيديو، بس اريد تاخذون الفكره من هذا الموضوع. فكل شيء اشتغلت، اشتغلت من كانت يوميتي 2000 دينار الى ان صارت 15، الى ان صارت 25، الى ان صرت انا ابو محل بعدين، الى ان قمت انا اجيب بضاعه المحلي، الى ان تخرجت وصارت موضوع الوظيفه مالتي وحققت حلمي بالسفر اللي هو صرت مضيف جوي. والحمد لله هم ما وقفت، وقفت لا ما اعتمدت على الراتب ولا على الرزق اللي يجينا خير من الله. قلت لا عندي شعله ما جاي تطفى، الشعله ما اعرف اريد اتميز في شيء احبه. لقيت روحي انه اصنع محتوى على السفر والطيران، والحمد لله والشكر احنا حاليا بنص الطريق. عندي اكبر شيء املكه حاليا هو انتم، انتم والله العظيم من احلى الاشياء اللي طلعت بيها. والحمد لله صارت عندنا قاعده جماهيريه حلوه، دا تجينا دعوات، دا يجينا سبونسر لبعض الفيديوهات، اكاديميات تجينا، مؤسسات، هيئات سياحه تدز علينا بعض الاحيان، هواي امور تصير ما كنت ممكن اوصل لها. بس شلون وصلت لها؟ وصلت لها اولا بتوفيق رب العالمين، وثانيا ما وصلت لها مثل الشخص اللي قاعد كان بالغرفه ودز له هذا المسج انه انت ليش هيك هيك، لا وصلت انه تعبت على روحي، ما باوعت على فلان وعلى علان، لا تعبت على روحي لحد ما وصلت. فرسالتي بهذا الفيديو الى هذا الجيل، لا تشوفون كل شيء بالسوشيال ميديا تريدونه يصير لكم، لا تشوفون اخر موديلات تليفونات لازم انتم هم عندكم، تشوفون سيارات لازم انتم عندكم، هذا الشيء صدقوني يؤديكم الى الفشل. انت باوع على اللي عندك واللي تملكه واللي طاك يا رب العالمين، وطور من يمه اذا تقدر، وشوف ربك شلون راح يفتحها عليك. اكيد تواجه صعوبات، ولا ازال حدث اواجه صعوبات بالوقت، اواجه صعوبات مرات حتى ممكن بالماده، هواي امور تصير، بس الحمد لله والشكر مثل ما نقول انا هسه بنص الطريق وممكن اكثر من نص الطريق، وبدت توضح عد الامور. بس رغم ذلك اكيد هم اكو صعوبات. انت دا تباوع ورا الكواليس على صانع المحتوى او على اي شيء ينشر بالسوشيال ميديا، بالسوشيال ميديا كل من ينشر اللي يريد يشوفه لك. مثلا انا دا انشر على الطيران والسفر، انشر لكم بس الطيران والسفر، بس انتم ما عايشين كواليس، ما عايشين وياي الظروف الصعبه اللي امر بيها مرات بالدوام، مرات التعب، مرات الجهد، مرات ظروف صعبه ويا عائلتي ويا زوجتي ويا جهالي، اكون ما متواجد، صار عندي مشاكل، صار عندي كذا، كل هاي الامور انتم ما شايفينه ولا شايفين الكواليس. انتم مجرد شفتوا واحد دا يسافر ويروح فنادق ويجي دول ويجي ويروح، فخلص هنيانه وكذا. اقصد للناس اللي ما ادري تشتغل على نفسها بس تباوع على النهايات.
فهذا كل شيء كان عندي بهذا الفيديو. صراحة ما أعرف إذا راح يطلع مرتب أو لا، لأن ما حضرت لا سيناريو ولا أي شيء، هن هاي الكلمتين كانت بقلبي. ولا عباركم إنه أنا معصب من الرسالة ولهذا السبب سويت الفيديو، لا والله العظيم قسما بالله وداع جهالي، أنا يعني أنا ضايج ضايج من أجل هذا الولد التزليه، لأن يعز علي إنه أشوف واحد هيك يباوع. والله يعني لو بيدي أساعد أي أحد أقدر عليه أكيد، بس بالأخير ما حد يقدر ينجحك ويساعدك غير نفسك. صدقني ما وصلت للي انا واصل له بدون مساعده اي احد، فضل رب العالمين والجهد والسعي وكل شيء اللي شفته ومريت به هو اللي خلاني بالاخير اوصل فد مكان الحمد لله. ما اقول لك انا وانا لا، الحمد لله والشكر الله رازقنا ومكننا والحمد لله ده تمشي الامور واضحه قدامنا الاهداف. فاتمنى لكم، اتمنى لكم لا تنغرون بالسوشيال ميديا، وكل شيء تشوفونه بالسوشيال ميديا صدقوني اكو هواي صناع محتوى يطلعوا لكم بس الظاهر، بس ما تعرفون شيء يصير وراء الكواليس. خليكم ما يخالف استخدم، يعني ما اقول لك لا تستخدم السوشيال ميديا، انا واحد من الناس اللي استخدم السوشيال ميديا هواية، استخدم السوشيال ميديا بالشغلات اللي تفيدك وتابع الناس اللي يفيدون هواياتك او عملك او اختصاصك او الشغلات اللي انت تحبها، لا تتابع ناس بعيدة عنك وتضيع وقتك وياهم، تابع بالشيء اللي يفيدك وراح يطورك، وركز بدراستك اذا كنت تدرس وركز بعملك اذا كنت تعمل، واكيد رب العالمين ما راح ينسى عبده. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اسف جدا اذا الكلام ما كان مرتب او كذا، بس مثل ما تقولون ام القلب على الكاميرا شغلتها وفيما لا بعد ما اعرف شلون راح يصير ويانا. كتبوا لنا بالتعليقات انتم تجربتكم وعن السوشيال ميديا وعن الامور اللي تصير بالسوشيال ميديا، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. اذا وصلت لنهايه الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك واشترك بالقناه اذا ما مشترك، وان شاء الله اشوفكم بالرحله الجايه او بالفيديو الجاي. مع السلامه.